اولا بغيت نهني لا مدينه وجده والسلطات السلطات المحليه لاكسهم سيد الوالي وعمده وجده على هذا المشروع اللي هو مشروع داخل في التعاون ما بين وشراكه مع القطاع الخاص، واللي في نفس الوقت يشجع من طبيعة الحال الرياضة للجميع في واحد الجو اللي هو عائلي، وتيدمج واحد المنطقة اللي هي منطقة مفتوحة للعائلات ومفتوحة، ومنطقة اللي هي فيها أندية رياضية، وهو في نفس الوقت تيساعد تطوير الرياضة للجميع، ولكن في نفس الوقت هو أيضا مكان لتكوين لا الأطر لكوتش الأندية، ولا تكوين أيضا مسيرين ديال الأندية الرياضية. وإحنا هذا النموذج راه يعطي مثال لمناطق أخرى لتعميم هاد المشاريع بحال هذه اللي هي يمكن لا تساعد في واحد الوقت اللي هو قصير باش نعمو الرياضة ونشجعوا الجميع انخراط في هاد في الرياضة على العموم. طبيعة الحال هي رياضة جانب الصحة، فيها واحد الجانب ديال القيم، فيها واحد الجانب ديال التطوير أيضا، واحد العدد ديال المهارات اللي احنا في حاجة إليها. طبيعة الحال هي في نفس الوقت لا كويزيون سوسيال، زعما كاين الجانب ديال الانسجام الجماعي ديال الاجتماعي وديال التضامن وديال من خلال الرياضه جد مهم. مساهمه للوزاره في هذا المشروع، ما هي نوعه هذا المشروع؟ الوزاره في الحقيقه تشجع مشاريع كهذه وتتساعد، يمكن لها تتساعد وتتسهل الماموريه، ولكن هذا المشروع هذا بالضبط هو من المبادره ديال السلطات المحليه وديال الولايه وديال العمده ديال مجلس المدينه، ولكن الوزاره باستعداد باش تشجع مشاريع بحال هذه في واحد العدد ديال المدن، لان يمكن لها تساعدنا باش نسرعوا في هذا التطوير الرياضي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.